تكون كرة القدم في تفاصيلها ظالمة. المدرب الذي يدير له التقدير ظهره بعد كل إنجاز تاريخي، وحيد خليلوزيتش البناء الذي يبني قلعة النجاح ثم يعدم على قمتها. الحوادث تتشابه في النتيجة والمحصلة مع كل المنتخبات التي قادها إلى كأس العالم، فبعد كل من الكوت ديفوار واليابان، ها هو مصير الغياب عن المحفل العالمي يتكرر مع المنتخب المغربي الذي قاده لأول مونديال عربي. مدرب عرف عنه تمسكه بقراراته ورفضه لأي إملاء مكتوب، فتاريخه الحافل بالإنجازات لم يتوج بالتقدير والثناء إلا مع المنتخب الجزائري الذي وصفه بأنه ربيع مسيرته الكروية، ففيه اختلطت مشاعر الفرح والانتصارات مع مشاعر التعلق بالجمهور الجزائري الذي أحبه بصدق تقديرا لما قدمه للمنتخب. فبقي هذا الرجل يحتفظ بالذكريات المميزة حتى في خطاباته وهو على رأس المنتخبات الأخرى، مدافعا عن القيمة الفنية للمنتخب الجزائري في كل أسئلة المشككين. J'ai à chose à dire, c'est pour moi, c'est fini, monsieur. C'est équipe nationale, c'est quelque chose très très grand, monsieur. Derrière tout ça, il y a 38 millions de personnes. Et moi, je sais qu'est-ce qu'ils me demandent, le peuple algérien, supporter de l'équipe. صفة نكران الجميل لهذا المدرب جعلته يمر هامشا في كل إنجاز كروي يحققه، لتكون حكاية وحيد خليلوزيتش مع كل المنتخبات التي يجود عليها بكرم الإنجازات، فيحلب منه حليب النجاحات ثم يقال له وداعاً.